على ذكر هذا الأمر، أيضا تم توقيع عدة اتفاقيات بين كل من الرئيس أردوغان والأمير تميم متعلقة بتبادل العملات، وأيضا شاهدنا دعوات لعقد قمة إسلامية تجمع كل من تركيا، قطر، باكستان، ماليزيا، أندونيسيا. فكيف ترى هذا التعاون الكبير بين كل من تركيا وقطر، وأيضا انضمام ماليزيا وباكستان وأندونيسيا لهذا الحلف؟ انا اعتقد هذا اولا فيما يتعلق بالاتفاقيات التي تم توقيعها، وايضا تم توقيع العديد من الاتفاقيات على المبلغ الخمسة مليار لهذا الامر في جانب العمله. لا شك انه هو ايضا دليل على هذه الثقه التي تربط البلدين. اما فيما يتعلق بالحلف الذي تم تشكيله من ماليزيا وتركيا وباكستان وقطر، لا شك انه احنا محتاجين الان مثل هذه الاحلاف التي تتفق في رؤاها ويعني متوافقه في كل الرؤى والافكار التي تطرحها، وبالتالي فان انشاء هذا الحلف لا شك انه ايضا مهم جدا، ولعل عقد القمه سوف يسهم ايضا في وضع كثير من البرامج التفاعليه في هذا الامر.